أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي على أن الهجمات الحوثية لا تهدد أمن بلادنا والمنطقة فقط، بل تمثل خطرا مباشرا على الأمن البحري والتجارة العالمية. جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة الإماراتية أبوظبي نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي اللقاء أشار الزبيدي إلى التحديات الكبيرة التي تفرضها الهجمات الحوثية المتكررة على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مجددا المطالبة بدور دولي أكثر حزما في مواجهة هذه التهديدات. كما رحب الزبيدي بقرار روسيا فتح سفارتها في العاصمة عدن، معتبرا هذه الخطوة تأكيدا على رغبة موسكو في تعزيز حضورها الدبلوماسي ودورها الفاعل في دعم الاستقرار والتنمية في بلادنا. وفي هذا الشأن أكد استعداد المجلس الانتقالي الجنوبي تقديم كافة التسهيلات التي تضمن نجاح هذه الخطوة المهمة. وفي السياق، بحث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي مع المندوبين الدائمين في الأمم المتحدة لكل من اليونان والصومال والدنمارك وباكستان، بحث الجهود الرامية لإحلال السلام في بلادنا. السفير السعدي التقى المندوبين كلا على حدة واستعرض معهم الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه دولهم من خلال عضويتها في مجلس الأمن للدفع قدما بمسار السلام في بلادنا ودعم جهود التسوية السياسية لإنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب. وجدد السفير تأكيد التزام حكومة عدن بخيار السلام وحرصها على دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل والمستدام. من جانبهم، أكد المندوبون الدائمون موقف بلادهم الثابت في دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الصراع في اليمن. وفي ذات الصدى، صوت مجلس الشيوخ الفرنسي على قرار يدين الأعمال التخريبية للميليشيات الحوثية في البحر الأحمر ويدعو لتحرك دولي لحماية الملاحة البحرية والبيئة في هذه المنطقة الحيوية. أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي صوتوا بالإجماع لصالح القرار الذي جاء بمبادرة من أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ والذين شددوا على ضرورة التصدي للتهديدات الحوثية المتزايدة في البحر الأحمر الممر المائي الاستراتيجي، مشيرين إلى أن الميليشيات الحوثية تستغل الأحداث الجارية في المنطقة استمرارا لأعمالها الإرهابية منذ انقلابها. واعتبرت سفارة بلادنا هذا التصويت الموحد بأنه يعكس دعم مجلس الشيوخ الفرنسي لموقف حكومة عدن ورفضه للأعمال الحوثية التخريبية التي تهدد استقرار البحر الأحمر وأمن الملاحة الدولية.